حقيقة يعني هي هذه الفصائل هي جزء من المقاومة، وهي هددت أنه كلما زادت الضغط على غزة والقصف فإحنا سنزيد عملياتنا على القواعد الأمريكية التي هي حليف لإسرائيل بالدرجة الأولى، وزودته بكل أسلحة والصواريخ وكل المعدات القتالية التي الآن تقتل أطفال غزة. الأسبوع اللي فات حتى القيادة الأمريكية، الإدارة الأمريكية قالت أنه من 17 أكتوبر في حوالي 59 إصابة في القواعد العسكرية، معظمها تقول أنه تم أخذ العلاج وشفي. 59 إصابة، يعني منهم 27 في العراق و30 في سوريا في على هذه الإصابات، وهذه الإصابات هي سببها هي العدوان على غزة. وهذه الهجمات الكثيرة التي وصلت إلى هذا الرقم هي هجماتها وعدوهم على غزة وعلى المناطق العربية حتى في سوريا والعراق ومناطق أخرى. يعني حاليا في حتى ناخذ لو أخذنا لحد الآن فيما يتعلق في سوريا حوالي 40 هجوم على القواعد الأمريكية الموجودة في سوريا، وإذا معظمها على قاعدة التنف. إحنا بنحكي عنهم معظمهم على قاعدة التنف، في قاعدة التنف، في حق العمر، في الكونيكو، في يعني الشدادي وتل البيدر، نعم على كافة هذه تواجه الآن. إن شاء الله أنها تستمر هذه الهجمات ويستمر الضغط على العدوان في كل المناطق. يعني حتى الآن في اليمن وفي باب المندب هناك ضغط كبير على قوات التحالف، وإحنا بنسميها التحالف الإسرائيلي الغربي بقيادة الولايات المتحدة. هناك التحالف الآن في قوة كثيرة موالية للمقاومة وتؤيد المقاومة، هي تقوم بأدوار إلهام كل في منطقته، في سوريا وفي العراق وفي باب المندب وفي مناطق أخرى في جنوب لبنان وفي مناطق أخرى إن شاء الله ستظهر على الساحة قريبا. إذن مقاومة العدو هي منتشرة عبر مناطق كثيرة في هذه العالم من كل أحرار العالم. الآن المقاومة أشدها في سوريا والعراق على ضرب القواعد الأمريكية والمراكز التي يتم تزويد إسرائيل فيها في الأسلحة والذخائر، معظمها تأتي من القواعد الأمريكية المتواجدة سواء في الخليج أو في البحر أو على الساحة وحاملة نعم الطائرات. أستاذ تفضل. جلال، ما تداعيات هذه الهجمات على المنطقة؟ هي تؤجج، يعني كل إسرائيل والولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى مزيد من الالتهاب وإلى مزيد من العنف والقتل والقتل المتبادل، والعنف لا يجلب إلا العنف والدم لا يجلب إلا الدم. فهذا شيء طبيعي أن نجد هنا مقاومة وهنا مقاومة، لا أمن ولا استقرار. الأمن والاستقرار لا يجزأ، فهو ككل إما أن يكون أو لا يكون. ومنذ أن بدأت إسرائيل في عدوانها هي لا تريد الأمن، لا لها ولا لحلفائها، وعلى عشان هيك إحنا لن نتوقع الأمن حتى في غزة، حتى في غزة، يعني لن يكون أمن لإسرائيل حتى في عشرات السنوات القادمة، لأن هذا الطفل الذي انقتل أهله وأبوه وأمه وبقي هذا هو قنبلة موقوتة، سينفجر بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة، لكن لن يعطي الأمن والأمان لا لأمريكا ولا لقواعدها ولا لإسرائيل ولا حتى الطفل الإسرائيلي الذي سيلد لن يجد الأمان، لأنه أهله لم يوفروا له الأمان، قتلوا أطفال ورجال ونساء، وهؤلاء سيثأروا وستدوم دوارة العنف ما دامت إنها دائرة بهذا الشكل. نعم، طب برأيك أستاذ جلال، يعني هل توسع هذه الفصائل العراقية الموالية لإيران يعني نطاق الصراع في غزة وتورط العراق في حرب واسعة، أم فقط يعني أنه الأمر سيستمر على نفس الوتيرة وإيران ستعتمد فقط على جماعات موالية لها؟
لا، الجماعات التي هنا وهنا وهذه تقاتل هي جماعات مقاومة، لن تورط أي دولة في الحرب. هناك فرق كبير بين الجماعات هاي التي تقوم في المقاومة هنا وهنا وهناك، والقوة العسكرية التي تديرها الحكومة والدولة لن تورطها، ولكن يعني إلى درجة معينة. يعني إحنا بنلاحظ الآن حتى ما يقوم به حزب الله هو فعل ورد فعل، لا يريد أن يورط لبنان في الحرب. هو يقول مع أنه المقاومة هي تؤخذ ككل وليس تجزئة هنا وهنا وهنا، أي طرف يتردد في مساعدة الطرف الآخر سوف يسهل قضمه مستقبلا. يعني إحنا نكون مع بعض نحارب سوية وننسحب سوية ونوقف إطلاق النار سوية. من الخطأ تجزئة المقاومة هنا وهنا، يجب أن تبقى قيادة واحدة، قوة واحدة ترعب الطرف الآخر. أما إذا استطاع الطرف الآخر أن يشق أن هذا له قواعد وأصوله وحسناته وسيئاته وحساباته نعم أو لا، وهذا الطرف فأن هذه الإجراءات تضعف المقاومة كثيرا. طب كيف سيكون برأيك أستاذ جلال، كيف سيكون الرد الأمريكي على يعني على هذه الهجمات في حال لم تتوقف إيران عنها؟ يعني الرد الأمريكي لا يزيد عن الغارات التي الآن تحدث هنا وهنا وهناك. يعني الآن أمريكا متورطة في مشاكل كثيرة في العالم، متورطة في أوكرانيا ومتورطة في أذربيجان ومتورطة في الصين في بحر الصين الجنوبي ومتورطة في كل أنحاء العالم، لا تستطيع أن تقاتل كل هذه العالم. بما أنها هذه الإدارة يعني أمريكا أكبر دولة بالعالم، عندما تخطئ وتزلق نفسها في هذا النزاع وهذا النزاع وهذا النزاع تتوقع أنها تجد خسائر. وإحنا لاحظنا وسمعنا وتأكدنا أنه حتى إلها خسائر ومقتل خبراء وجنود أمريكيين في حربهم في غزة. هي كان بإمكانها أن تعطي الأسلحة وتراقم من بعيد، أما تورطها هنا وهنا بالتأكيد سيجلب إلها الخسائر ومزيد من القتل والتقتيل للجنود الأمريكيين. وأتوقع حتى أن لم يحن الوقت الآن لأن تكون المعارك ضدهم في سوريا وفي العراق وفي الخليج العربي وفي البحر العرب، لم تكن جدية إلى هذا الحد لمقتل الأمريكيين. بتوقع بالمستقبل القريب سوف نلاحظ أن تكون أشد هناك ويكون هناك الكثير من القتل الأمريكيين. شكرا لك سيد جلال على كل هذه الإيضاحات. كان معي من عمان جلال العبادي خبير عسكري واستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر.